مايك وان رابر ولد كازا زاديش في 1994 في حي محمدي وكبرت في السباتة ودابا ولد سيدي مومن. ماشي انا اللي سميت راسي مايك وان، الدراري ديال حي محمدي هما اللي سموني مايك وان. اغاني ديالي هادفه، داكشي كيبقى تربيه وكيبقى المبادئ ديال الانسان كيفاش دايره. انا المبادئ ديالي ما تسمحش لي انني نخسر الهضره في المورسو ديالي ولا شي حاجه، اختاريت الراب بالهدف. اول حاجه ما كنتش علام، ما كنتش كنعرف هذاك باللي راب اصلا، فهمتي؟ كنت كان في 2006 اول مورسو كتبت، ما عارفش بلي ما عنديش درايه على فن الراب، حتى لقيت راسي رابور. اول حاجه كنوجه التحيه لمسلم، مسلم هرم ديال الراب، ولا شبهوني به هذا حس لي الشرف. انا مسلم قريب شويه من العائله ديالو، مسلم نفس المبادئ اللي عندي انا عند مسلم. العائله ديال مسلم عائله محافظه وعنده مبادئ، والعائله ديالي حتى انا عائله محافظه وعندها مبادئ. الور كنظن تشابه كاين في المبادئ. 7 شهور كنوجه لي التحيه من هذا المنبر، دري كيرابي من قلبه وعزيز عليا. غير هو غادي نقول لي حاول شويه، ما عرفتش كيفاش نوصل ليه البلان وماشي كلاش. 7 شهور شويه كيطيح في المونوطون بزاف، بحال تقول نفس المواضيع كتبقى تعاود. 7 شهور ماشي محدود، ولكن الانسان اللي ما كيعرفش 7 شهور غيقول بلي انسان محدود، داكشي علاش كيتعاود. الور كنقول لي انا يحاول شويه يكون البلان شويه شي مش بالشي باش تقدر سينو. انا ما نبقاش نتمسك ليك الا سمعت ابيل وسمعت مكالمه وسمعت هذا وسمعت هذا، فهمتي؟ كيجيني انا بحال نفس اللحن، نفس الكلمات كتبقى تعاود نفس، فهمتي؟ وعزيز عليا داكشي علاش كنقدم لي هاد النصيحه الصغيره هادي لا قبلها مني. سميت الالبوم ديالي ولد زهره لسببين. السبب الاول، زهره المراه التقليديه المغربيه الحره بنت الحي محمدي، كبرات مع فرقه الغيوان، هذا السبب الاول. والسبب الثاني، زهره هي اللي ضحات معايا في الكارير ديالي، هي اللي مسكينه كطيح وكتنوض معايا، هي الوالده ديالي زهره. هذاك الشيء اللي سميت الالبوم الثاني ديالي ولد زهره. البوم ولد زهره مزجت ما بين التراث الشعبي الموسيقي المغربي عن طريقه الراب. الاغنيه الاولى اللي تلاحت اللي سميتها الصحراء، الحسانيه بالبوب، وعندي لي مورسو العيطه بالتراب. التراب هو نوع ديال الراب هذا الاخر اللي كيلعبوا الدراري. لعبت الغيطه بالراب، العيساويه بالراب، طقطوقه بالراب، الرقاده بالراب، التراث الشعبي الموسيقي كامل مزجتو عن طريقه الراب. الصحراء صدرت يوم 22 فبراير 2019، اغنيه وطنيه في الالبوم ولد زهره هي الاولى. علاش بالعكس، الراب ماشي في الراب ماشي تهضر غير على الحقره وعلى التهميش وعلى الفقر وعلى، لا، الراب تقدر تهضر على الحقره والتهميش، وتقدر تهضر على الوطنيه، تقدر تهضر على الخيرات اللي كاينه في البلاد. المغرب راه في المغرب راه فيه الزوين وفيه الخايب. الو الراب رساله، ورساله كتوصل دو البلان. لا، هو الراب الزنقه، وهاد لي جون خدوا الزنقه بمفهوم خاطئ.
خدوا الزنقة بالحشيش وبالفانيد وبالمضاربة وبالماء. لا ماشي هي ديال الزنقة، الزنقة المفهوم الحقيقي ديالها هي المعاناة اللي كتدوز على الفنان، وهذيك المعاناة اللي كيدوز الفنان كتوظف للراب. هذا هو الأصل ديال الزنقة. واش نقول لك، انا ولد بومي، ولا كان هو عنده اولاد وهذا داك الشيء كيبقى بقى ديالو. هو الراب جيم، الثقافه ديال الراب داخل في هذا البيف هذا. غير البيف، البيف شنو هو البيف؟ ماشي هو تعير لي امي ولا نعير لك امك ولا تعير لي مرتي ولا نعير. لا، البيف شكون اللي غادي يجيب اسرار على الاخر، هذا هو البيف. اما باش غتولي تعير لي امي ونعير لك موك وتعير لي مرتي ونعير لك مرتي، هذا بحد ذاته ما بقاش بيف، دي ولات بساله. رسالتي من الراب رساله هادفه، رساله للشباب. شوف كيف ما قلت لك قبيله، انا يا كل واحد عنده مبادئ، انا المبادئ ديالي ما تسمحش لي انني نخسر الهضره في المورسو ديالي، وهذا هو البلان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.